يعتبر سوق السراي من أسواق بغداد التراثية، حيث يرجع تاريخها إلى العصور العباسية المتأخرة. كان يسمى بسوق الوراقين نسبة إلى الوراقين اللي كانوا ينسخون ويجلدون الكتب في تلك الفترة، لأن يعني عدم وجود المطابع، لأن يعني الكتب كانت تستنسخ باليد. السوق عبارة عن حلقة توصل بين جسر الشهداء وشارع الأكمخان اللي هو ما معروف حاليا بشارع المتنبي. يعتبر سوق السراي من المراكز الثقافية المهمة الموجودة في بغداد، حيث كان يجتمع به أكثر الأدباء والكتاب، وكان يعج بالمكتبات القديمة اللي كانت غرضها بيع الكتب وليس القرطاسية. إضافة إلى ذلك، سوق السراي يلتحق به سوق ثاني هو سوق السراجين اللي كان يعمل الأدوات والأشياء الخاصة بالخيل، لأن يعني المنطقة اللي تحيط بسوق السراي كانت عبارة عن اسطبلات خيل لوجود المدارس العسكرية والمدارس اللي والوحدات العسكرية اللي موجودة كوزارة الدفاع والجوق الموسيقي وسرية الخيالة.